رسالة محبة لكل الشعب وكل الناخبين. يا يبا احنا مقبلين على انتخابات تشريعية قادمة، لا تطيحون في نفس الحفرة، اختاروا القوي الأمين اللي حافظ على مقدراتكم والصادق معاكم، اختاروا اللي يهمه مصلحة الشعب كله، مو اللي يهمه قبيلة ولا حزب ولا طائفة، يهم الكويت، يهم البلد ومصلحة كل الشعب، يشوفهم بعينه واحد. لا تختارون اللي يعطيكم هدايا والحين جاي انتخابات وفلوس، وتدمرون عيالكم بفلوس الحرام، يمرضون يمكن يموت قدامكم الله لا يقوله، ها تبتلون تبلون أسرة كاملة بفلوس الحرام وانت ما تدرون، هاي فلوس سحت تصير وقت الانتخاب. ما نقول كل البعض، لكن انتبهوا من هذا، اختاروا اللي يخلص معاملتك من خلال المجلس، يراقب الوزير بالقانون تمشي، ويحاسب الوزير من خلال المجلس، لأن المجلس مجلس تشريعي مو مجلس مراسلين يروح يسوي لك معاملات، مو وظيفته هذه. نصيحة مني لكم، اختاروا الصح، لما يجيكم نسيب تختارونه يناسبكم تسألون من رأسه لكرياسه، ما بالك عضو مجلس الأمة يبي يشرع قوانين البلد ويحافظ على البلد. انتوا بيدكم الاختيار، لما تختارون الأعضاء بيدكم تحددون من خلال الأعضاء حتى رئيس مجلس الأمة إذا انتوا تبون. اختاروا صح، لا تخلون بلدكم تحتل وتتدمر بيدكم. إيمان الله.